بقول مبروك للعيبه كلها، زي ما انت شايف الفرحه بصراحه، مجهود سنه كامله انت عملت اللي عليك في الملعب وكل واحد ادى اللي عليه. اتمنى افريقيا ان شاء الله يعني نفرح النهارده ونحاول نقفل الموضوع ده، لان افريقيا اهم بالنسبه لنا واهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. وبقول لجمهور النادي الاهلي مبروك طبعا ببطوله الدوري، محببه ليكم ومحببه لينا احنا كلعيبه. ان شاء الله لسه الموسم بالنسبه لنا ما خلص، لان في اولويات للموسم لسه، تكمله البطولات ان شاء الله اللي هي الكاس وبطوله افريقيا، فاتمنى النجاح لنا ان شاء الله. مؤمن، والكلمه بتاعت مؤمن دي يعني بتاثر فينا بشكل كبير، لان انتوا بالفعل وعدتوا ان الدوري ده هيكون باسم مؤمن زكريا. طبعا، لان مؤمن واحد مننا بقى له كتير معانا، انا واحد من الناس مؤمن معايا من الناشئين في النادي الاهلي، مؤمن معايا من وانا عندي 8 سنين، يعني عارفه من واحنا في الناشئين في النادي الاهلي، فاتمنى له الشفاء العاجل، واتمنى له ان احنا يبقى موجود معانا قريب ان شاء الله، واتمنى له يبقى موجود في وسطنا زي ما شايف هو بفرحه، الناس مستنياه واحنا مستنيينه وكل الناس بتدعمه، فاتمنى له الرجوع بالسلامه ان شاء الله. مبروك مبروك، الف مبروك. مصطفى شوبير،